صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الأحد 27 كانون الأول. تقارير من أجواء العيد رح منكون على موعد معها، أما ضيفتنا لليوم فهي كاتيا حرب لنحكي معها أكثر عن معاني عيد الميلاد ونسمع منها كمان ترانيم خاصة بهالمناسبة. ولكن قبل ما نبلش بكل التفاصيل حلقتنا مثل العادة منبلشها مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية والأستاذ وسام أبو خشفي معنا على الخط ليعطينا تفاصيل عن طقس يوم الأحد وكيف رح بيكون خلال الأسبوع. أستاذ وسام صباح الخير. صباح النور لك لكل المشاهدين. كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. شو كيف رح نختم هالسنة؟ يعني مثل ما قلت لجوال امبارح، هي على راس السنة في عنا شيء. ب 30 متوقعين كنتوا صح؟ الشيء القوي يعني بعد سهرة راس السنة. بعد سهرة راس السنة، اوكي. الشغل القوي ايه. اوكي، يعني من هلا نحن على استقرار هالايام اللي جاية. لا يعني عندنا شتاء خفيف نهار الاربعاء، بلش الشتاء من الاربعاء يعني. اوكي. لكن بالحال العامه بالطقس مستقر مكفي معنا اليومين. اوكي. ببلش بالتقلب من مساء الثلاثة فينا نقول. امطار خفيفة مناطق جنوبية، بتكفي نهار الاربعاء كمان بشكل خفيف. نعم. على انه مترقبين وصول منخفض، سميناه نحن فلاديمير من هلا. اوكي. بيوصل الجمعة الصبح يعني أول سنة جديدة بأول 16. طيب معه أكيد ثلوج وأمطار أصلا حلا، يعني نحن ناطرين الثلوج يعني. نعم نعم. أوكي، بس بالنسبة للتفاصيل عن طقس اليوم، درجات الحرارة قد إيه رح بتكون؟ نعم، درجات الحرارة لليوم عم تتراوح على الساحل من 9 ل 22 درجة، فوق الجبال من 6 ل 17، بالأرز من 1 ل 9 درجات، بالبقاع من 1 ل 15 درجة. نعم، هيدا كل شيء بالنسبة. نعم. شكرا لك أستاذ وسام، نتمنى لك نهار أحد حلو. جوال صباح الخير. صباح الخير بيارات لإلك للمشاهدين اللي عم يتابعونا. جولة سريعة على أبرز ما كتبته الصحف القليلة اللي بتصدر اليوم ببيروت. الأحد 27 كانون الأول، ومنبدأ اليوم مع عناوين صحيفة الحياة. تريليونا دولار خسائر منتجي النفط والمستثمرين، البرميل تراجع 40 دولارا في عام أسود، وأوبك تحدثت عن مبالغ ضخمة لتطوير المنابع حول العالم، مفاوضات جنيف في 25 الشهر المقبل، وفيتو من موسكو ودمشق على مشاركة فصائل إسلامية، وتعثر اتفاق نقل عناصر داعش، جيش الإسلام يواجه تحدي البقاء، البغدادي يحاول طمأنة مقاتليه ويتوعد المشاركين في قتال داعش، وحدات لمكافحة الإرهاب على تخوم الشواطئ الروسية، بوتين يودع السنة بغرف عمليات حربية، التحالف يقصف مدرعات في صعدة حاولت الاعتداء على السعودية، الجيش العراقي على بعد مئات الأمتار من المجمع الحكومي، الدمار يمنع عودة الحياة إلى الرمادي. وبعنوان أخير في الحياة، استبعاد تشكيل لائحة واحدة للأصوليين الإيرانيين، تقنية للإصلاحيين في ترشيحات الانتخابات. من الحياة نتابع جولتنا مع عناوين المستقبل. إسرائيل تتعامل بجدية مع التهديد وتلوح ب 2006 ثانية، مرتاحة لاتصالاتها غير المحدودة وللحوار الصادق جدا مع روسيا. بصبوص للمستقبل، إجراءات لمواكبة رأس السنة. تعثر إخراج 4000 محاصر من جنوب دمشق، خليفة علوش ماضون في محاربة الأسد. إردوغان، رفضنا الانضمام إلى حلف روسيا وإيران. حزب الله وإسرائيل يتجنبان اختراق قواعد الاشتباك. تراشق بين حرب وجنبلاط. المعارك تستعر بقلب الرمادي، والبغدادي يقر بهزائم داعش. مصرع الحارس الشخصي لإمام جمعة طهران في سوريا. السيستاني يدعو للإفراج عن القطريين المخطوفين. وبقلم بول شاول مقال اليوم بعنوان أنا القيصر أنا السلطان أنا نابليون، وبالذكرى سنتين على غياب الشهيد محمد شطح. عدة مقالات اليوم بصحيفة المستقبل مع صورة رئيسية تصدرت الصفحة الأولى. نختار من هالمقالات وبقلم ريا حسن مطلع اللي كتبته، وبتقول باغتيال محمد شطح افتقد لبنان رجلا مميزا. كان الشهيد محمد شطح يتمتع بكفاءة استثنائية وعقل منفتح ومتقدم ومعرفة عميقة وتجربة واسعة، إضافة إلى أخلاق دمثة.
كان يؤمن بالحوار والانفتاح وهو أمر أكسبه احترام الخصم كما الحليف. إذن مثل ما كتبت الوزيرة السابقة ريا الحسن بتختم المقال وبتقول إن محمد شطح وباسل فليحان كانا بالنسبة لي وبكل تواضع الوجهين في مسيرتي، كما كانا صديقين تركا بصمة كبيرة في حياتي المهنية والشخصية، وأنا أشكرهما على مرورهما في حياتي. ايضا من مقالاتي الوزير من المقالات اللي نشرت بصحيفه المستقبل، الوزير السابق جهاد ازعور ايضا كتب في صباح يوم مشرق ضوء انفجار كبير في وسط بيروت، التنوع والانفتاح، رحل محمد شطح، سرقته يد الغدر والاجرام من قلب لبنان في عمليه اغتيال بشعه وجبانه. نعم، كان محمد شطح رجل مبادئ وطنية صافية لا يساوم عليها ولا يفرط بها. إن كان من عرف محمد شطح وعمل معه أو حاوره يجمع على صلابة مبادئه، وإن كان مرنا في التعاطي فهو يوقن التناقضات التي يعيشها لبنان، لكنه لا يساوم على المبادئ للوصول إلى تسوية. لا يخاف محمد العمل على نسج جسور التواصل والانفتاح على الآخر، لكنه يبقى واضحا في مقاربته ومبادئه. هل يعقل أن يغتال إنسان من هذا المعدن ويتمتع بهذه الصفات؟ هل من المقبول أن نبقى عاجزين عن حماية الأحرار في لبنان وغير آبهين عن معرفة من قتلهم ومعاقبتهم للحفاظ على الوطن وحماية الديمقراطية؟ فلن يكون ذكرى محمد شطح مؤبدا ومسيرته منارة لأجيال طامحة إلى بناء وطن أفضل. طبعا مقالات كتير اليوم بصحيفة المستقبل بذكرى اغتيال الشهيد محمد شطح، منهم لمروان حمادي، محفظ الألقاب، سامي حداد، مازن سويد، توفيق الهندي، نينا شطح أيضا، ومقالات أخرى. منتابع من المستقبل مع الشرق الأوسط وفي عناوين: خلاف المهندس والعامري يهدد بشق ميليشيات الحشد الشعبي، طهران تتدخل لاحتواء الوضع، ومعارك شرسة وسط الرمادي. أكد أنه لا حاجة للتفاوض مع الحوثيين من دون إتمام بناء الثقة. المخلافي للشرق الأوسط: 70% من أرض اليمن تحت سيطرة الشرعية. جيش الإسلام للشرق الأوسط: الاستهداف الروسي لعلوش قوض الحل السياسي. 25 يناير موعدا لجنيف 3 السوري وتحذير من تصفيات مقبلة. وبعنوان أخير في الشرق الأوسط: فاجأ الجميع عندما انتزع ألقاب الوزن الثقيل وأثار الجدل بتصريحاته النارية الملاكم تايسون فيوري في نزال مع العالم. وهيك مع هالعنوان من الشرق الأوسط نكون وصلنا لختام جولتنا على العناوين السياسية بالصحف يلي صدرت اليوم ببيروت، ورح نتابع مع أول تقرير. دايما عطلة الميلاد بتحمل معها أجواء من الفرح والتلاقي، والعيد مناسبة لكسر الحواجز والخلافات السياسية الضيقة. بهالإطار وللسنة الثانية على التوالي وبدعوة من الهيئات الطلابية المدعومة من مصلحة الطلاب بالقوات اللبنانية، اجتمعوا أكثر من 4500 طالب من كافة الجامعات اللبنانية بحفل عشاء خيري أحيوا الفنانين هيفا وهبي ووائل كفوري. تفاصيل أكثر عن الحضور يلي تميز بحضور مفاجئ لرئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ونائبة ستريدا جعجع، منتابعه بهالتقرير. بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وعيد المولد النبوي، اجتمعت الأديان بين بعضها وحلت الفرحة بقلوب الناس وكثرة الأعمال والنشاطات الخيرية، وآخرها كانت حفلة موسيقية استثنائية جمعت اسمين من أهم الأسماء بالعالم العربي. أمسية جمعت أكثر من 4500 شخص حضروا خصيصا بدعوة من الهيئات الطلابية المدعومة من مصلحة الطلاب بالقوات اللبنانية. هيفا وهبي ووائل كفوري كانوا النجمين اللي أحيوا هالعشاء الخيري اللي راح ريعوا لمجموعة كبيرة من الجمعيات الخيرية اللي بتكافح آفة المخدرات وبتقدم العلاج لكل المدمنين عليها. ما
عمليا اليوم هالالتزام الكبير من الطلاب بلبنان كرمال هذا النشاط، كرمال هيدا الحمله، لان عن جد عم نحكي يعني بتيكتس من كل الانواع، عم نحكي ريجولر سيلفر وفي اي بي وفي اي بي. الايفنت كثير حلو، هيدين السنه بيجي عليه. انا صرت انطر للايفنت من سنه لسنه، لانه عن جد من ناحيه التنظيم ومن ناحيه الكلاس اي ارتست اللي عم يجوا شيء كثير حلو. بيميزوا عن خيره للايفنت انه البروفيت رايح لكوز معينة اللي هي محاربة المخدرات، which is very good. و that's it. لتاني سنة على التوالي نظمت الهيئات الطلابية عشاء الخيرة اللي قدمته السنة الإعلامية والزميلة جوال فضول بحضور مجموعة كبيرة من السياسيين الإعلاميين وعدد كبير من الشخصيات الرائدة بالمجتمع اللبناني. وأما المفاجأة الكبرى فكانت حضور رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وعقيلته ستريدا اللي أطلوا فجأة على الحضور بوسط الأمسية. الإيفنت أول شيء كتير حلو، أكيد ما بعرف يمكن صورته وشفته قديش أول شيء في عالم، أنا كتير فاجأت بعدد العالم الموجود بالتنظيم. برافو شابو با، وحلو انه نحتفل، يعني نحن هلا بفترة العيد يعني على قليل نفرح ونتسلى وننبسط، انه بيكفينا هموم. وكمان بدي اقول انه طرقات بكره كلها برا مسكره، تخيل اي درجه يعني الايفنت على قد مهمه هون. وبدي اقول ميلاد مجيد وثانك يو. The Christmas Reunion 2 اللي جمعت بأمسية وحدة الفنانة هيفا وهبي، وائل كفوري، عازفة الكمان دي فانيسا، ومصلحة طلاب القوات اللبنانية، تمكنت بالاحتفال بمعنى الحقيقي للعيد بمكافحة مرض الإدمان على المخدرات. وبغني وما بيسمعني حتى يحن ويقشعني من يوم اللي ودعني بنادي نايم بالصبح كفيت جولة على أبرز المواعيد الثقافية والفنية منبلشها من وسط بيروت وتحديدا الأسواق وشارع فخري بيك يلي بيستقبل البيروت كريسمس فيليج. فعالياتها النشاط بتستمر لغاية 29 الشهر، واليوم بيفتح أبوابه من 12 الظهر للعشرة المساء، وهالنشاط بالتعاون مع سوليدير. متابعين مع الأجواء الميلادية، ومن بيروت منطلع صوب فريا اللي عم تستقبل فريا كريسمس فيستيفال. هالنشاط بيستمر لغاية 2 كانون الثاني، وهو بيفتح أبوابه يوميا من الساعة 4 بعد الظهر لغاية الساعة 4 الصبح. نشاطات موزعة لجميع أفراد العائلة، معارض، موسيقى، سهرات. فإذا كل هالنشاطات عم تستقبلها بلدة فريا الكسروانية. ننتقل إلى مسرح مونو يلي بيستقبل اليوم أمسية فنية، الأمسية الثانية مع الفنان شربل روحانا ونيو وورلد ميوزيك أنسامبل يلي رح بيقدموا أمسياتهم اليوم، وكل أمسية رح تتضمن 10 أغاني. الموعد اليوم على الساعة 8:30 المساء على خشبة مسرح مونو. Thank you.
مسرح مونوي الى مسرح المدينه يلي بيستقبل ب 29 الشهر امسيه توقيع السي دي الجديد للفنان ريان الهبر بعنوان تعقل لك، والموعد على الساعه 6 بعد الظهر. مدري من وين مستهدي برهني شاي برهنين ثابت والجوال، مدري من وين مستهدي باسمي، مدري من وين مدري من وين مدري من وين مستهدي برهني شاي برهنين ثابت والجوال، مدري من وين مستهدي باسمي. منتابع مع إطار فعاليات البيروت جام سيشنز، موعد جديد ب 29 الشهر مع جورو ميران بالكونكريت 1994، رح بيطلق خلاله نسخة الفينيل لألبومه أبرنس، الموعد على الساعة 9 المساء. ومنرجع للأجواء الميلادية مرة جديدة، وهالفترة احنا كل يوم عم نمر أغنية للسيدة فيروز من أجواء عيد الميلاد. الأغنية اللي اخترنا لكم إياها لليوم هي عيد الليل، بنسمعها سوا. عيد الليل زهر الليل صوت العيد ننتقل هلا الى اتصالنا الثابت مثل كل نهار احد مع زميلتنا ورده لنطلع معها على تفاصيل حلقه اليوم من المجالس بالامانات. صباح الخير وينعاد عليكي. صباح الخير، اخبار الصباح، يعطيكم الف عافيه. ميرسي جوال تمان وبيريت ومنى وكل الفريق العام، كل سنه وانتم بالف خير. ميرسي. اما عن عناوين المجالس بالامانات، فاولا حذافير فاكونس بريفيدونس فريكونس وسيكونستانس، عنوان آخر وجها لوجه أقطاب أقوياء وللبدائل أسماء. بين العناوين أيضا بين تندم وسمحينا يا ريت، وفي الخاص والي على مين، أما في زمن الرجاء معايير السياسي والعطاء. المحامي ملحم خلف ضيف المجالس بالأمانات، مع تحيات لروح المطران غريغوار حداد والشهيد محمد شطح. إلى اللقاء 8:30 إذاعة الشرق. شكرا لكم، نتمنى لك حلقة موفقة. مرة جديدة نرجع لعن جوال لناخد فكرة أكثر عن حركة السير بهالأثناء. المؤهل محمد ظاهر معنا من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير لنعرف أكثر عن أحوال الطرقات اللي بالمبدأ هادية. مرحبا. صباح الخير. يعطيك العافية، ينعاد عليك. عليكم كلكم. الله يحفظك. إن شاء الله بتكون سنة حلوة يا رب، تفضل. إن شاء الله يا رب. مثل ما حكيت حضرتك مبدئيا اليوم نهار الأحد بنعرف حركة صباحية خفيفة على جميع مداخل بيروت الشمالية والجنوبية وكذلك المدخل الشرقي من الصياد. نعم. بنبلش المدخل الشمالي، حركة سير خفيفة من الكازينو حتى نفق نهر الكلب بتكمل حتى جل الديب الكارنتينا.
نعم. مدخل جنوبي حركة سير خفيفة من خلدي باتجاه أنفاء المطار والوزيعة، بوليفار سن الفيل حركة سير خفيفة على المسلكين، المستديرات بشكل عام حركة سير أقل من طبيعية على جميع المحاور، وكذلك الحال بالنسبة لحركة السير داخل عاصمة بيروت حركة سير خفيفة على جميع المحاور والطرقات والمستديرات. نعم، يعني كنا عم نشوف الكاميرات ببعض الطرقات عن جد هادية جدا، يعني طريق ممكن تشتد بعد الظهر شوي بالنسبة لداخل بيروت، بيصير في شوية حركة مظبوط. نعم، حوادث سير مبدئيا تسجل عندنا 10 حوادث سير ضمن ال 24 ساعة، نتج عنهم 11 جريح، الحمد لله ما في قتلى، الحمد لله على السلامة. وبخصوص مخالفات الرادار مبدئيا بالمخالفات الرادار بعد ما وصلت عندنا من شعبة العادات العامة، اوكي هلا خلال 5 دقائق ممكن توصل، ان شاء الله بتكون نسبتها منخفضة ان شاء الله. بنتمنى لجميع السائقين التزام بقوانين السير، وضع حزام الامان اثناء القيادة، كذلك التقيد بالسرعة المحددة على الطرقات، ونشدد على عدم استعمال الهاتف الخليوي اثناء القيادة، ونتمنى لهم يوم سعيد وهادئ. نعم، نحن كمان بنتمنى لكم نهار حلو، يعطيك العافية المؤهل محمد ظاهر. بنحكيكم بكرة لمزيد من التفاصيل حول أحوال الطرقات. بذكركم من بعد البريك رح نتابع حلقتنا، وضيفتنا لليوم هي المرنمة الفنانة كاتيا حرب، خليكم معنا. صباح الخير، اليوم محطتنا من طرابلس يلي حاول البعض الساق فيها تهمة الإرهاب والفتنة، إلا أنه أهلها أكدوا مرة جديدة على طابع المدينة المتمسك بالعيش المشترك. فالأحياء الطرابلسية يلي اعتادت طوال أعوام أنه تتشارك العادات والتقاليد تزينت بألوان الفرح لاستقبال الميلاد المجيد. بعاصمة الشمال عيد الميلاد بيحمل نكهة مميزة، شجرة الميلاد أضيئت بوسط المدينة والكل كبار وصغار تحضروا ليوم العيد. تقرير لزميلتنا مي فرحات، منتابعه سوا من طرابلس. ممتازة جدا، عظيمة عظيمة، كله حلو، كل عام وانتم بخير. بتجنن، أجواء حلوة وزينة حلوة ورهجة حلوة والناس مبسوطين، إن شاء الله على طول الله يروق الحال، تدل مبسوطين على طول. بتجنن عن جد، أنا السنة مبسوطة إنه حسينا في عيد بطرابلس. لأنه جاي عيد الميلاد، معناتها العلم فرحوني بالعيد. طبعاً حلوة كثير، حلوة، وأنتِ حلوة كمان. كثير أجواء العيد كثير حلوة أصلاً بطرابلس. زينة، والناس عم تشتري وعجقة العيد، كثير حلو السنة. ليلة عيد، ليلة عيد اللي هي ليلة عيد، زينة وناس صوت جراس عم بترن بعيد. كل ما حاولوا يلبسوا الأمصان الخاصة بمخططاتهم تعود طرابلس لتلبس فقط حلتها الحقيقية، حلة الأعياد، الفرح، الحياة، العيش المشترك، وأهم السلام. بفرح عم بتعيش طرابلس بمسلميها ومسيحيها أجواء الأعياد، والجولة بشوارع المدينة خير شاهد على رسالتها الحقيقية. هذه فرحة كبيرة كتير، وإن شاء الله بتكون أيامنا وأيامكم كلها أفراح وأعياد. بين كل 30 متر و 30 متر بتلاقي شجرة للميلاد، يعني عنا كل الشوارع كلها معبية والعالم كلها تتليين، يعني هون وهون وأي شيء، وكلتنا عايش واحد، يعني ما فينا من أمتى كانت طرابلس يعني نقول على أنه ما في إلا هي مدينة السلام 30 سنة. شغلة كتير حلوة، أول مرة بصير بمنطقة جديدة، وحسيت كتير ديزاينات موجودة كتير، يعني في فرحة عيد، في فرحة هيك، ما في اختلاف الطوائف. وأنا هلا طلع عيد دكاترة كنت تشتغل عنده، هن من طائفة تانية، حلو العيد بجميع طوائفه. فرفح قلبي بس شفتكم، لخاصة إنه أنتوا عم تطلعوا بشجرة الميلاد، نحن مبسوطين بطرابلس، هاتيني السنة الحمد لله ما عنا حرب، ما في ضرب، واليوم أنا عيدت الموصفين وجبنا حلو على المركز يعني، وعيدناهم وقلنا لهم كل عام أنتوا بخير بعيد المولد، وإن شاء الله إن شاء الله السنة الأسبوع الجاي حنعيد نحن وأخونا المسيحي بشان عيد رأس السنة الميلادية. عيد ميلاد لنا كلياتنا، صحيح أنا مسلم بس عيد ميلاد بحسه لنا كمان قبل المسيحيين. والزينة شي روعة كتير حلوة، وهذا الشمال ودائما المعروف إنه القلب على الشمال، شي حلو على رأس زينة الميلاد، كتير حلوة بالنسبة لمدينة طرابلس، هيك زينة حلوة والعالم كلها بتنبسط. مثلا هلا بيوقف شاب هونيك مشواي، نزل من سيارته صفى على جنب عم يصور الزينة، مبسوط بعيده.
كثير مبسوطين لانه هلا بتحسي على كل رمبوان في زينه وزينه حلوه وكل الناس مشتركه فيها، ما تفكري بس مسيحيه اسلام ومسيحيه وكله، عم يمشوا مع بعضهم، مسائب انه عيد المولد هو السائب زيت النهار من نوال، لانه دائما اخذين فكره عنا انه مش هيك بس هي هيك. على أبواب عيد الميلاد المجيد وتزامناً مع عيد المولد النبوي الشريف ارتفعت الأشجار الميلادية بمدينة الفيحاء وبأكثر من موقع، فارتدت طرابلس حلة ميلادية مميزة هي الأولى من نوعها من سنوات عدة، فبدت الفيحاء وكأنها عم بترد على كل الشائعات يلي طالتها، وبينتهز الطرابلسيون أي موسم يعيد الحياة للمدينة ويعيد للشمال البوصلة الحقيقية. حلو كتير وجاي الأعياد مع بعضه وبينفي كل الكلام عن الطائفية، الازدهار، الثقافة، الحيوية، عكس ما أردوها، لأنه طرابلس موحدة ونحن واحدة وطنية هون، هيدي دعايات وأفلام ما في شي، كلنا عايشين هون واحدة وطنية ومحبة واحدة وقلب واحد. طول عمرها طرابلس مدينة العيش المشترك والتسامح، بس اجت فترة وناس دخلاء علي اللي عملوا هالشي، ما بحياتها كانت هيك، من السبعينات بتعكس الفرح اللي بنفتقده هالمدينة، تضل مدينة الوطنية ومدينة الناس الطيبة والأوادم. أنا مسيحي، المسلمين بيعيدوا عنا بالكنيسة أكثر ما بيعيدوا المسيحية، وهذه اللي عملها شجرة مسلم، معلش ما يحكونا بالطائفية وقندهار. ما أنا بحياتها ما كانت مدينة متطرفة طرابلس، كل عمرها مدينة منفتحة، وانفتاحها بيجعل منها نورة هيك مشعة للناس كلها سوا، كل عمرها طرابلس بهالشكل هذا يعني مدينة الحياة بيسموه. نحن سيد إجا قداسة البابا على لبنان، طرابلس هي اللي عملت أكبر حشد بتذكر يومتها. هيدي المدينة مدينة عيش المشترك، شو بدنا شيء أو أبو بدو يلبسونا قمصان منا فيها، لا إجوا تيعملونا كذا بؤرة أمنية، نزلوا الجيش نزلنا مع الجيش. الأمنيات بتختلف السنة، فالكل يبحث عن أمنية وحدة وهي أنه يبقى الأمن سائد بالمدينة يلي دفعت الثمن غالي، ثمن التجاذبات السياسية. زيني الحقيقية محل تاني، أنها تكون المدينة تستعيد صحتها وترجع مثل ما نحن تربينا فيها وعلمنا فيها نحن مريد أنه كل سنة تكون أفضل من سنة، وإن شاء الله عيد مبارك والله بيعيدوا على الجميع ويرد لبنان لأهل لبنان. بابا نويل يا بابا نويل يا ليل، بابا نويل أعطينا يا ليل يا ليل. لأنه زمن الميلاد بينقلنا لأجواء مليانة أمل، وبصوت الملائكة أضاءت السيدة ماجدة الرومي أنوار الميلاد وأشعلت بقلوب الناس روح الرجاء والفرح. ببازيليك سيدة الأيقونة العجائبية للأباء العزريين كانت المحطة السنوية يلي صارت ثابتة مع الفنانة ماجدة الرومي برسيتال ميلادي بعود ريعه للجمعيات الخيرية. مع السيدة ماجدة الرومي الجمهور غنى وصلى لنبع المحبة. ما بيحلى العيد إلا بالاحتفالات الميلادية والترانيم على صوت ملائكة لماجدة الرومي يلي ما بتخل بموعدها السنوي داخل كنيسة الأيقونة العجائبية للأباء العزريين يلي نقلتنا لعالم تاني مليء بالسلام والحب والفرح. فغنت
طوبى للسعينا إلى السلام، وأجمل ما رنمت ماجدة هي نبع المحبة وليلة الميلاد، ممجدة الخالق وداعية للسلام بلبنان. يعني الواحد بيترك مطرح بهالحياة لربنا ليقول له شكرا على نعم كبيرة أخذها بالحياة، على الحزن اللي تعلم منه وعلى الخير اللي صابه. وأنا حدا علاقته الأولى بالدنيا كلها هي بوجودي، علاقتي الأولى مع ربنا، رأيه فيه بهمني كتير، مشان هيك أنا هون. كل سنة بيعود ريع هالحفل لمساعدة عائلات ومؤسسات عديدة. المميز هالعام أيضا أنه رفقتها فرقة موسيقية بقيادة المايسترو لبنان بعلبكي. بلفتة خاصة قررت ماجدة الرومي إضافة حفلة مخصصة للأولاد والمعوزين والعجزة. لقيت أنه كل مرة نحن بالحياة بنعمل جهود كبيرة للناس اللي بتجي بتحضرنا، وزراء ونواب ورؤساء وملوك وأميرات وملكات، وبنبقى عنا سترس وبنبقى بدنا نطلع ديس يور ديس وقوع. بعدين كنا عم نعمل بروفا وكان راسي عم بيقول أنه طيب ليش أنا ما بدعي أيتام وعالم مهملين، عالم منسيين، عالم مدعوسين، ليش أنا ما بدي أذكرهم بصلاتي وبهالليالي اللي هي ليالي للسلام بالحياة؟ وهيك كان أنا بفخر اليوم بقدر أقول أنه صار في أكثر من علاقة مع سيدة ماجدة الرومي. نحن أصبحنا شركاء بهالعيد، لأنه كل سنة ولا 15 سنة على التوالي السيدة ماجدة الرومي كانت عم بتقدم حالها وتقدم صوتها الرائع الجميل. أنه أكثر ما عم نكون عم نصلي بالعزارية على الميلاد، رايع هالحفل أو الحفلين بيروحوا لدعم مؤسستنا الاجتماعية، وعم نوصل لأكثر من 120 عائلة وأكثر من ناس كتير محتاجة بتدق باب هالبازيليك، وعم نقدر نلبي حاجاتهم. أول شيء هالعيد بيعني لي كتير، هو عهد جديد، ولاية أمانة فيها كل الجمال والروعة يلي أعطيت للإنسان من سيدنا يسوع المسيح. وأنا اللي بيعني لي أكثر وأكثر كمان هو مشاركة السيدة ماجدة الرومي اللي أنا كتير بحبها، وبحب شوف قديش مدى تقييمها للموضوع بالقيمة اللي بتعطيها لهالعيد. ماجدة بتجنن أول شيء، وبعدين بالعياد يعني ما في أحلى من صوتها بتصوت بعد فيروز. It's nice. أول شيء ماجدة صوتها كتير حلو، بلس it's أجواء العيد، so إذا ما منعيشها مع ماجدة ما منعيشها مع حالة تانية. فأكيد هيك كل سنة منجدد ولادة المسيح بحضورها، لأنه يسوع الرب بيقول كل مين رتل بيكون صلى مرتين. فمع الست ماجدة أكيد بتكون عم نشعر أكتر بجو الميلاد، وأنه عن جد يسوع ولد بقلب كل إنسان منا. بحبها كلها، بحب صوتها، بحب ست إلى قيمتها. هيدا ثالث مرة بحضر الكونسير تبع ماجدة الرومي هون بالعزارية، ويعني لي كتير لأنه بتحس بالميلاد، ويعني مش بس أنه بالقصص المادية، كمان حلو واحد يحس بالميلاد بالقصص المعنوية ويشارك بهيك. يعني منصلي ومنرتل معه وقت تكون ماجدة الرومي موجودة. تحت أعين الأيقونة العجائبية ارتفع صوت ماجدة الرومي ليبشر بولادة المسيح. هللويا 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 هللويا.
لما تلتقي الصوفية بصوت الشيخ أحمد الحويلي مع موسيقى زياد سحاب بيخلق عمل بيمزج بين الأصالة والحديثة، تجربة جديدة بالموسيقى العربية بتحاكي مشاعر الإنسان وأحاسيسه. وبإطار سلسلة الأمسيات الموسيقية الصوفية يلي عم بيقدمها شيخ أحمد حويلي والموسيقى زياد سحاب، كانت أمسية شهدها مسرح بيير أبو خاطر بجامعة القديس يوسف. تفاصيل من تبعها بها التقرير. لأول مرة بلبنان خلق مشروع موسيقى جديد وفريد من نوعه، مزج الموسيقى الصوفية مع الموسيقى الحديثة، إذ أنه التقت الأناشيد الدينية بآلة العود فنشأ أسلوب موسيقى جديد بحاكي الجميع. بمبادرة من الموسيقى وعازف العود زياد سحاب والمنشد الشيخ أحمد حويلي، انسجمت الأصالة مع الحداثة فقدموا سويا أمسية صوفية تراوحت ما بين نصوص رابعة العدوية، الحلاج، جلال الدين الرومي، الشاعر مهدي منصور وغيرهم، بالإضافة لبعض المعزوفات من ألبوم زياد والشيخ أحمد المشترك عرفت الهوى. هي عبارة عن مجموعة قصائد عشقية بتتعلق بالعشق الإلهي، العشق له مفهوم المرأة، شو ما كان تشخيصه لهذا العشق عم يكون هو بمصب واحد، الأرواح كلها عم تسعى نحو صلاة خاصة. وأنا هالليلة هي بعلنها هلأ يعني قدامكم، مش الكل بيعرف، هي ليلة ولادة جلال الدين الرومي، يعني عرسه منسميه، في ناس بيكون عم تحب بالملايين، حبيت عن هالمسرح أنا نحيي إحياء خاص تجاه الشخص المعروف بتصوف. عملنا سي دي وقعناه من هون بنفس المسرح من شي شهرين، واليوم مبدئيا اخر حفل السنه اكيد. بعد هيدي السنه فينا هيك ناخد نفس نقرر شو التالي بالنسبه لهيدا المشروع اللي خلطته في ناس عم تعتبره غريبه. في سي دي جديد اكيد، هيدي الحفله عم تتصور ورح تنزل دي في دي. تركيبة كتير حلوة بين شيخ أحمد حويلي وبين زياد سحاب والفرقة اللي عم تلعب، هالمزج هيدا مش موجود يعني، من جهة صوفي ومن جهة الموسيقى بتاخدك بتغذي هالفكرة تبع الصوفية في هالانسجام، خلينا نقول، لأنه بحاجة لبقعة هالتواصل هيدي بين كل الأشياء، ما بقى بدنا نقول لا مذاهب ولا أديان ولا فهيك بيرجعنا بيهدينا، بصير فيها التواصل، هالتواصل العمودي بيننا وبين الله. مقطوعات موسيقية، موشحات، أبيات مرتجلة وترنم أدوها الشيخ أحمد حويلي وزياد سحاب، لقلون أكتر من سنة عم يتعاونوا سويا، ورافقهم على المسرح مجموعة من أهم العازفين اللبنانية لتمكنوا من مواكبتهم خلال هالأمسية الموسيقية لختمت سنة 2015 بالموسيقى الرائية والروحانية. افتكر هيدا المزج بين الموسيقى اللي شوي مختلفة عن الجو الصوفي اللي نحن معودين عليه، عم بيكون جو كتير جديد وشي جديد فعلا، يعني انه الشيخ احمد معودين عليه نحن بندبيات واشياء، فهلا اغاني صوفيه مع الموسيقى زياد سحاب يعني بغنى عن التعريف. نحن جايين اتس ا كومبينيشن اوف محجبين ونون محجبين ومحمسين وهيك لوكينج فورورد. بنقول لكل الناس ينعاد عليهم بالفرح والحب والسلام، بنقول لاهلنا بلبنان
لكل الناس تنعاد عليكم ميلاد، يكون ميلاد بالروح وبالفكر، مولد نبوي يكون كمان مولد بالروح وبالفكر. إن شاء الله هيدول اليومين كيف جايين سوا يقربوا هالعالم بالبلد. أدينو أدينو بدين الحب أن منتابع حلقتنا من أسواق بيروت يلي اختارت أنه تكسر جو الكآبة وتتزين بألوان الفرح بمحاولة لإضافة مساحة من التفاؤل والإحساس بأجواء العيد. كريسمس باريد، مهرجان من الألوان والموسيقى بينطروا الكبار والصغار، من تنظيم شركة سوليدير وتفاصيله بهالتقرير. أحلى من لبنان ما في، وأحلى أجواء هي بلبنان، وعن جد خي يا ريت عطول هيك فرح ومرح واللي بدك إياه. ماري كريسمس هابي نيو يير. شوي متفاجئ بالهيك الضجة يعني. فرح العيد يعني عم نعيشه هون، وبننصح كل العالم إنه يجوا. لبنان هو الأجمل بأعياده مثل العادة. كثير الأولاد مبسوطين يا. Thank you so much على كل شيء عملوه. كريسمس باريد، أغاني ميلادية، نشاطات للأطفال، حملات توعية، أطفال وأهالي بالمئات، أجواء من الفرح، الانشراح والسلام. هي كانت باختصار الأجواء بأسواق بيروت اللي عم تشهد على عجقة ناس وسواح للاحتفال بحلول عيد الميلاد، المولد النبوي وعيد رأس السنة، للإحساس فعلا بطعمة العيد. هالأعياد المجيدة اللي بتنسى المواطن اللبناني كل مشاكله وهمومه لتحل الضحكة فقط على وجهه ووجه أطفاله. نحن كتير مبسوطين اليوم انه الـ 100 سانتا كلوز باريد انه ملتغى ونعمل حتى مع التأس العاطل اللي كان والشتاء، بس الله بحب السانتا كلوز، بحب الاولاد الصغار، خلى الشتاء توقف على الساعة 3 بالضبط. جمعية الجي اللي هي بتعنا بالبيئة قررت بكل سنة بتعمل بكريسمس شيء اسمه عملتها بلاستيك فري، او انا مني شجرة بلاستيك. الفكرة تبعتها انه الناس فيها تاخد شجرة كتير حلوة صغيرة بزينوها تعيش جوا بقلب البيت مش بقلب البلكون ولا بدها جنينه، وبيخلوها تكبر عندهم بصير هي شجره الكريسماس. عم نرسم بورتري للاطفال بهالمناسبه الحلوه، وان شاء الله انه الكل يكونوا فرحانين. كوفر بلانيت هو متحف علمي للاولاد، بيعملوا فيه اكتيفيتي مثل البانتور مثل ما شايفين بمناسبه الكريسماس. عم لون انجري بيرد. انا مبسوطه عم لون شويه نوار، مبسوطه كثير عم لون Angry Bird. عم نحضر الباراد تبع سانتا كلوز، هيك بيعطوا شوية أمبيانس وجو حلو بالعيد. احنا معيدين بالبيت مع الأهل. داون تاون هو كل شيء بيمثل الحداثة الحلوة، وهيدا نحن بدنا نضلنا ممسكين فيه، لأنه رفيق الحريري أنا بعتبره عمل شيء للبنان لازم
نحن نطلعه من موته. أيضا وأيضا مثل كل المناطق اللبنانية اللي عم تحتفل بالعيد، عم تستقبل أسواق بيروت معرض لكل الحرفيين والمصممين اللبنانية اللي عم يعرضوا آخر تصاميم من الأكسسوار للأزياء مجوهرات والمأكولات اللبنانية 100%. بهالأعياد عم بتشكل أسواق بيروت ملخص عن لبنان الحقيقي، لبنان السلام، المحبة، الوفاء والوحدة الوطنية. هالأعياد عم نشوف الناس مرتاحة فيها عشان حست انه ممكن يصير في انفراج سياسي البلد بعد انتظرناه كلنا طويلا، فمنأمل انه تكمل حتى تضل الناس مبسوطة وتعيش برواق بقى زهقوا. الحلو انه هي اول مره بنشوف العالم مبسوطه بشيء اوت دور، مع انه العالم كثير بخافوا من الاوت دور، فانبسطنا شفنا كثير عجقه تحت الشتاء. بنعمل كل شيء هاند ميد ايتمز وبنشتغل بالارت كمان، كل شيء من تصميمنا وصناعة الحرفيين بالمنطقة. بحب الأمير والأميرة أنه الفولكلوريك تينجز عم بجسدهم، عم بحطهم على الكنبات، على أي شيء اللي يحب الواحد ما يكب القديم. بنعمل هرب للولاد، هني بنقوا الألوان، هني بنقوا البيدز، anything they want. زدولة. نحن مسافرين على دبي for the vacation، بس it's great festivity هون بالداونتاون، هيك بتحسي شوي جو عيد. مبسوطين كثير لانه حقيقه بتحسي انه في جو كريسمس سبيريت، وشوي المنطقه هيك مثل كانها عايشه من اول وجديد. هاي هاي ميري كريسمس، هابي نيو يير، جوي نويل وميري كريسمس. كاتيا حرب صباح الخير، صباح واهلا وسهلا فيك معنا بستوديو اخبار الصباح، وينعاد عليك بمناسبه ينعاد عليك جميعا. كاتيا اسمك انعرف سنه 1992 بس شاركتي بدور استوديو الفن، وكفيت مشوارك الفني لسنه 2004. بوقتها اخذت قرار انه بدك تبتعدي عن عالم الاضواء والفن وتركزي اكثر على الاجواء الدينيه، درست اللاهوت وبلشت تقدمي ترانيم دينيه. يعني هالخطوه كانت كثير جريئه من قبل كاتيا حرب يلي كان عندها كثير محبين ومعجبين. كيف اجى القرار كاتيا؟ واكيد بعدهم وكثروا. هيك قرار بيجي سبحان الله، يعني اللحظه اللي بتكوني فيها هيك عندك استعداد كامل انك تكوني بهالخط الروحي، عن جد ما فيكي تعرفي ليه اجا او كيف فجاه اجا. كاتيا حسيتي مرقتي بتجربه معينه؟ من زمان كثير الاستعداد كان موجود، وانا كثير بحب حالي كفنانه، يعني ما في انسان، وانا حتى لو كنت ماشي ضمن اطار كمان روحي بالنهايه بالاساس انا فنانه والعالم عرفتني كفنانه.
فسبحان الله يعني دراستي لليهود اكيد ساعدتني اكثر انه كون عم بعيش من خلال عم ترجم اكثر اذا بدي سمي الشيء اللي كنت عم بدرسه، ومبسوطه كثير باللي انا فيه. خواب الصلاه هو عمل جمعك مع الاب توني الخولي يلي هو فنان ربيع الخولي. وكأنه تشاركتوا سوا هيدي التجربة وعشتوها مع بعض. كتير صعب انه الواحد يتخلى عن الامور الدنيوية والحياة الفنية، كيف قدرتي يعني؟ ما بعرف، كتير صعب. ليكي ساعات اللي بتكون، ساعات اللي بيكون نظرك للعالم، الامور الدنيوية بتصير بالنسبة لإلك هي امور سنوية. عرفتي؟ اكيد الامور البشريه نحن بشر ونحن بنضل تغرينا، بس طالما في شيء مهم بس في شيء اهم. يعني قديش انسجمتوا انت وبيرتوني الخولي بخواب الصلاه بما انه اثنيناتكم تركتوا الحياه الفنيه؟ يعني هلا هو صار خوري، هلا هو خوري بس انا مش راهب. ايه اكزاكتلي هذا اللي بدي اقوله. بس انه عندكم نفس التجربه. لا الانسجام كان كثير كان حلو، هو بادائه بخشوعه بايمانه، وانا مثل ما انا يعني ما بدي كلف القصه قد ما انه انت تكون عم بتحسي بالشيء اللي عم بتقدميه. بس انت اختك راهبه وخيك خوري، يعني عايشين اجواء هالاجواء. مزبوط. هيك الكنيسه الاجواء موجوده، واصلا من نحن وصغار هالاجواء موجوده. لكن مؤخرا طالما الاب فرانسوا نسلم عليه اكيد بوجهه، هو بابرشيت مارستفين بالباترون مطرح ما كان عندي كريسيتال بعنوان ميلاد النور. نحن عندنا بعض المشاهد بنشوفهم. احنا اوكي. طيب انه روقه طيب يا عمي. عم بيحكوا بدانتك. بمزود قلبي تشلى من فقر الكوخ المهجور، غنيني بمحبة الله. ثلج وشال الكون صغير، دنيا بترجف برداني، نور مخبى وبرد كتير. كنا عميمي سوري من الريسيتالي بس الترنيمة اللي عم نسمعها هي من ألبوم خاص كان بالترانيم الميلادية اللي انت قدمتيه مؤخرا، صح؟ كان العمل من سنتين كنا عم نشوف الصور، يعني هالترتيلة كانت على هودي الصور. مزبوط. أكيد كان في بالريسيتال يعني بقت ترانيم ميلادية معروفة تقليدية صارت بعالم بريبرتوار الميلادي. وكمان من ديفاين جلوري لانه السنه الماضيه كان في محطه كمان كثير مهمه. 11 ترنيمه كان؟ ايه 11 ترنيمه بثلاث لغات، بلغات اجنبيه ما كان فيه عربي. لا لانه كان كله طابع غربي، افي ماريا، كاتشيني، شوبرت، بريزمان. شفناكي بالصور يلي مرقوا هلا قبل شوي مع خيك بيرج فرانسوا، كان وقتها سوربريز وعزموه انه يرتل معك على المسرح، صوته حلو؟ كنا عم نرتل، كان بدي رتل صوته. ايه اكيد كثير حلو فرانسوا، بس هيك حبيت هيك طلعت بطريقه كثير عفويه انه قال له خيي شو رايك نرتل سوا ليله الميلاد تحديدا. كان حاضر. ايه. خليني اقول انه هالريسيتال صار بختام نشاطات اليوبيل الذهبي لحركه فرسان العذراء بالباترون، وانا كمان، ولوكتك كان كثير حلو، اللوك تبعك ما قدرت نعلق الفستان كان كثير حلو. لا فؤاد سركيس وشادي يعني كمان هير اند بيوتي سالون كلنا بنلبس احمر بنهار اجواء الميلاد يعني. مظبوط. كيف تحضرتوا للريسيتال كاتيا؟ اخذ معنا تحضير، هو بلش نحكى من سنه الماضي على الرسالة، واكيد بلشنا نحضر له لانه بالنهايه في تام عم تمشي فيه. صحيح نوال كثير سهل انك تقدري بتحسي الجو دافي وهو بحد ذاته، بس تمشين تقدري هيك تكوني خلقه جو دافي بديكور معين، يمكن ببساطه معينه، بس تكون عاطيه جمال.
كلوك كريبرتوار اغاني، يعني كان منوع بين اللبناني ريبرتوار، بين اشياء السرياني حتى لغه سريانيه، بالفرنش يعني هالقد كانت الخيارات واسعه ومتاحه. بالاضافه لهيدا الريسيتال كمان كاتيا، انت كمان بفتره الميلاد جلت على السجون وكمان هيك قدمت صوتك، وهالنعمه اللي الله اعطاك اياها كمان لكل الاشخاص الموجودين حاليا بالسجون. اكيد اكيد، انا اولا بعيدهم كلهم، يمكن كنت حابه ابرم اكثر بس لسوق الحظ يمكن شوي احيانا ظروف ما بتساعد بالارتباطات يعني، وخاصه كل ما بدك تفوتي على السجن بده يكون في عندك كمان اذن خاص. هذا الشيء كان كثير حلو، كانت محطه كثير مهمه، كثير مهم نكون عم نزرع للمساجين امل، لانه الاغلبيه منهم بيكونوا عايشين حاله، ما بدي اقول حاله ياس لكن حاله ركود، احباط ايماني اذا بدنا نقول او نفسي. مهم انه لا نوصله انه العيد نحن في رجع يعني. بالعيد نحن عنا. طيب كيف بتكون رده فعلهم لما يكون في فنانه عم بتزورهم؟ ليكي اولا بالريسيتال يعني احيانا بيدبكوا، يعني كنا عم ندبك على ليله عيد ليله عيد، بس بذات الوقت بتشوفي دمعه، بتشوفي غصه، بتشوفي حرقه، ندم على شيء عملوه. وهون انا بقول رساله لكل شخص خارج القضبان، ياما في اشخاص داخل القضبان وهن احرار عكس اللي برا، لكن دائما بقول انه خاصه للشبيبة انه نحن عن جد بحاجه انه نكون واعيين بكل تصرف عم نقوم فيه. بالنهايه حياتنا منا لعبه، صحيح هي رحله زمنيه على هالارض، لكن البعض منهم بصيروا يقول ما يلا جينا هديني خلينا ننبسط، بس بصيروا ورا القضبان باخر المطاف. طيب كاتيا قد ايه بتعني لهم الزياره؟ مش ضروري فنان، حيالله شخص يزورهم. ناطرة جوال، يعني اكيد بالنهايه انا زيارتي بتكون مكلله مع اباء، مع رهبات. هي زيارات سنويه يعني عم بتكرريها؟ هي كل سنه تقريبا؟ هي كل سنه صارت محطه، الى حد ما صارت محطه ثابته يعني. وكمان هذا شيء يعني انا بحبه من قلبي وبنطره مناطره يعني كل سنه. قد ايه بتكون؟ كنت قبل اتلاقى فيهم كل اسبوعيا، بس هلا يمكن شوي لضغوطاتي لضيق وقتي صرت كل بس اقدر. اكيد خلينا نقول انه هن اصلا بيكونوا عايشين بحرقه قلب. كيف بفتره العيد يعني بيبقى في ناس ما بعرف انه تشتاق تشوف اولادها، تقضي الوقت مع اهلها قريبة؟ لكن دائما في اوقات للاهل انه يقدروا يتواصلوا مع المساجين، بس اكيد بالنهايه الحرقه حرقه يعني اكيد. وانا هون بوجه تحيه انه بليز يعني اللي بيطلع خارج القضبان ما يرجع يغلط ذات الغلطه، لانه عم بتصير عند الاخرين انه عم يرجعوا يعيشوا. نحن هلا خلونا بزمن الميلاد عن جد نكون عم نعيش حقيقة توبة أو تجرب من هالأمور اللي كتير سطحية إلى حد ما وبتكلفنا حياتنا. طب كاتيا هلا شو رح نسمع منك هيك لايف لأخبار الصباح؟ هلا طالما سمعنا ضوي يا ميلاد سمعنا كل شيء تقريبا، جربنا نقطع نتفة من فينا نسمع روح زورهم ببيتهم؟ ايه رح اقول لك هيك الرفقة. يلا روح زورهم ببيت فقير ما عندن شي، روح زورهم ببيت إلن ولد يسوع، روح زورهم ببيت فقير ما عندن شي، روح زورهم ببيت إلن ولد يسوع. يسلم تمك. في عندك اشياء جديده قريبه؟ نحن دائما بحاله تحضير. خي اكيد نحن يعني بيخلص العيد بنكون بلشنا عم نفكر شو بدنا نعمل بعد عيد جديد. بس بين العيدين عيد الجديد بين العيدين بتخيل مقابله هلا عندكم اخر شيء. لا باخر شيء لا كان في مقابلات على يعني بهالوقت الواحد بيستفيد انه عيد الكل العالم، وانا من خلال شاشتكم بعيد الكل وبقول لهم بوناني كمان مش بس ميلاد مجيد، وعلى امل انه نتأمل يعني نتلاقى السنه الجايه، لانه السنه الماضيه كمان كنت عندكم. مظبوط صح. عظيم. فاذا من هلا للسنه الجايه كل التوفيق لك كاتيا، نحن بنتمنى لك ايام حلوه وسنه تحمل معها الخير والبركه لك ولاهلك.
سلمين عليهم كلهم. أكيد. بريك بنرجع من بعده نتابع الاسم الاخير من حلقتنا لليوم. ومرة جديدة نرجع مع جولة على أبرز المواعيد والثقافية اللي عم تستقبلها بيروت بها الأيام. اليوم وبكرة تياترو ذيذان بيستقبل عروض لمسرحية بيروت فوق الشجرة من تأليف يحيى جابر وتمثيل زياد عيتاني، ومنشوف بعض المشاهد. كمان حلوة إيه؟ خلاص ننتقل إلى الأونوماتوبيا The Musical Hub اللي بيستقبل بكرة أمسية بعنوان كلثوميات مع الفنانة دالين جبور. دالين بشركة تمام سعيد على العود، ريع هالحفل بعود لدعم برنامج أونوماتوبيا وأونوماتوبيا لتطوير المهارات الموسيقية. الموعد بكرة ب 28 الشهر على الساعة 8:30 المساء. نرجع إلى الأجواء الميلادية، وبيروت غوسبل كواير بيقدموا ريسيتال ميلادي نهار الثلاثاء المقبل بكنيسة مار يوسف للآباء اليسوعيين بمنوع الساعة 6 بعد الظهر. التنين وكل تنين هو موعد ثابت مع الانديو سيني كلاب، لكن التنين بكرة والتنين المقبل العطلة السنوية للسيني كلاب، وبترجع النشاطات بتنطلق ب 11 كانون الثاني مع عرض لفيلم اتونمنت للمخرج جو رايت، وطبعا الموعد على الساعة 7 المساء. العروض المسرحية بلبنان ما زالت كمان مستمرة بفترة الأعياد. بننتقل إلى مسرح شاتو تريانو يلي عم بيستقبل المسرحية الجديدة لجورج خباز بعنوان مع الوقت يمكن. هالمسرحية من تأليفه وإخراجه وتمثيله طبعا، وبمشاركة مجموعة كتير من الممثلين مثل مي سحاب، جوزيف أصاف وغيرهم يلي هن صاروا تقريبا فرقة شبه ثابتة. العروض عم بتكون على خشبة مسرح شاتو تريانو من الخميس للأحد. من الشاتو تريانو بننتقل الى مسرح المدينه يلي بيستقبل الامسيه مع الفنان الفلسطيني تامر ابو غزالي، الموعد ب 8 الشهر على الساعه 10 المساء. مش مسكن هداك اليوم مع انه الشمس شربت كاس ونسيت تطلع ونسيت تنزل. مش مسكن
رح نكفي مع الأجواء الموسيقية، ولكن الأجواء الموسيقية الكلاسيكية ولكل محبي هالنوع من الموسيقى موعد ثابت سنوي بيستقبله أوتيل البستان بإطار مهرجانات البستان الدولية. تم الإعلان من أسبوع عن البرنامج الكامل لمهرجانات البستان لسنة 2016. هالمهرجان رح ينطلق ب 16 شباط وبيستمر لغاية 20 أذار 2016. والتحية الكبيرة هي للكاتب المسرح الإنجليزي العالمي ويليام شكسبير. فإذا نحن بانتظار فعاليات مهرجان البستان يلي بتنطلق ب 16 شباط. نرجع مرة جديدة إلى الأعمال المسرحية، وضمن العروض المسرحية مسرحية بيروت فوق الشجرة يلي عم بيستقبلها تياترو فيردان. استثنائيا هالأسبوع العروض رح بتكون الأحد والتنين بدل التنين والخميس طبعا بمناسبة عيد رأس السنة. العروض عم بتكون على الساعة 9 المساء، وهالمسرحية هي من تأليف وإخراج يحيى جابر وتمثيل زياد عيتاني. ومنشوف بعض المشاهد. مشاهدين، بعد نجاح بيروت طريق الجديد نقلنا الكاتب والمخرج المسرحي يحيى جابر بعمل مسرح جديد بيروت فوق الشجرة. ومن بيروت فوق الشجرة مننتقل إلى تياتر ديزار يلي كمان عم يستقبل عروض لمسرحية بنت الجبل للمخرج روميو لحود، وهي من بطولة قليل لحود، بديع أبو شقرة، ماجي بدوي، عصام مرعب، جابرييل يمين وغيرهم. والعروض عم يستقبلها تياتر ديزار من الخميس للأحد. نحن لهون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من اخبار صباح. في ولا ما في سبور؟ ما في سبور، ما في رياضه، ما في وقت للرياضه، اعملوا رياضه بالبيت. بتمنى لكم نهار احد حلو، بنشوفكم بكره بحلقه جديده. باي باي.